هنتقل بحضراتكم الى جزء اخر من نفس الحلقة. الجزء الثاني بيقول ايه بقى؟ بيقول الاسعار الغالية قوي اللي تم المغالاة فيها النهاردة. مصلحة الجمارك بتتكلم ورئيس مصلحة التجارة قال لك انا هعمل اجراءات رادعة للغاية ضد اي مستورد يتلاعب في قيمة فواتير الواردات. يعني ايه؟ يعني الراجل ده مستورد حاجات قال لهم والله دي تمنها 5000 دولار وهي تمنها في الواقع 15 أو 20 ألف دولار. هو بيضيع على الدولة حق وهو حق الجمارك، ولكن هو ما بيتنازلش عن حقه في الربح لما بيطرح ده في السوق. فالدولة بدأت تتابع وقالت ان هناك عقوبات رادعة على اي تاجر يعمل الحكاية دي. طيب انا بقى كمستهلك ده بيفيدني بايه؟ ما هو انت زغلت عليه، ايه الحكاية؟ خليني اوصلكم ازاي محاولة التحكم في هذه الاسعار يفيد المستهلك في النهاية. على الهاتف الاستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك. مساء الخير استاذ الشحات. نور، اهلا بك استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. احكي لي ازاي هتضبطوا الناس اللي جايبه لك فاتورة اقل من الثمن الحقيقي، ازاي هتعرفها؟ دي طبعا احنا عندنا التقييمات موجودة، يعني عندنا ادارات اسعار موجودة وشايفة ده ايه وده ايه. انما المشكلة اللي زادت، يعني دي طول عمرها موجودة في الجمارك، انما المشكلة اللي زادت مؤخرا وبعدت يعني صورة واضحة جدا، ان مش تحير على الجمارك بس. الجمارك احنا بنقدر نسعر وناخد حقنا كجمارك وناخد غرامة، بس كنا بنقدر نخفضها للنص عشان نتصارح مع المستورد ونفرج عن البضاعة وخلاص. انما الظاهره الجديده مع الازمه بتاع العمله اللي احنا موجودين فيها ان شاء الله تنفرج قريبا، يعني بدات الانفراج الحمد لله، ان هو مش قادر يحول عمله يقوم يعمل ايه؟ يقول لي قيمه البضاعه 1990 دولار وجايب مثلا حاويتين ثلاثه. طب ده النولون بتاعها لوحده بتاع الحاويه 10000 دولار قبل كده وحاليا 7000 دولار، يبقى ازاي قيمه البضاعه؟ ما قيمه البضاعه تبقى شامله النولون، ازاي قيمتها 1990 دولار؟ هو عاملها ليه بقى كده؟ عاملها عشان بيهرب من ان يكون في تحويل بطريقه شرعيه من البنك، من البنوك المصريه. بحيث هو بيطلع من عندنا من هنا وبيسدد 1990 دولار، ولكن الفرق الباقي ان عندنا حالات مثلا قال 1990 دولار ولقيناها 300000 دولار ودافع، او 200000 دولار ودافع ودفع الغرامه. انما بيجمع تحويلات المصريين اللي كانت هتيجي لمصر، الدولار اللي هيجي لها من بره بياخده ويسدد بيه بره. اي فندم، ما هو الازمه هيضيع حاجتين اتنين، هي محاوله على الجمارك حق وهيضيع ان المستثمر اللي هنا او المستورد اللي هنا مش قادر يلاقي الامكانيه دي ان يجيب يعني بطريقه ميسره وسهله عمله من بره، او يجيب عمله عشان يسدد. ماشي يا فندم، حضرتك انت جهاز وهو مصلحه الجمارك المصريه، لك الحق في الضبطيه هنا، لازم تقف لانك انت شايف ان في حاجه غلط بتحصل. احنا رصدنا حوالي 26000 حاله بالمعنى ده. اشكرك يا فندم. ممكن حضرتك تقول لي هو اضطر يلجا الى ده ليه؟ مش يعني في اولويات معينه لدى الجهاز المصرفي، ان ازاي يدبر العمله للحاجات المستورده. يعني عندي سلع غذائيه، عندي ادويه، عندي مستلزمات انتاج، عندي، انما في اشياء اخرى مش مهمه دلوقتي. فهو بيتخطى هذه المسألة، يبقى بيضيع حاجتين اتنين، حق الجمارك هيضيع لو ما خدناش بالنا، الحاجة التانية انه بيتحايل على توفير عملة من الخارج او يهربها من الداخل لبره، بس بطريقة غير شرعية عن غير طريق الجهاز المصرفي. اللي احنا عملناه، احنا قلنا والله انا كنت بقدر اخفض لك الغرامة، انا طالما هتبقى انت مقدم قيمة متدنية او جايب بضاعة زيادة، يعني مثلا انت قلت لي اني جايب 10000 وحدة، لما انا اقوم 20000 وحدة يبقى انت بتضحك علينا عشان تطلع بنص الثمن. فقلنا مش هنخفض الغرامه طالما انت عندك التعمد ده، مش مخفضين غرامات. وفي نفس الوقت هنخسر وزاره التجاره والصناعه عشان تاخد اجراءاتها فيما يجوز لها من وقف سجل المستوردين بتاعه المده التي تراها بقى 3 شهور 6 شهور سنه حسب ما ترى يعني. بالاضافه ان احنا هنحطه هو المصدر اللي عمل له فاتوره غير حقيقيه من بره في المخاطر. يعني ايه في المخاطر؟ يعني في ناس بتطلع خط اخضر، او في ناس ما عندهاش مخاطر فبيبقى لها تيسيرات، لا ده مش هياخد التيسيرات وهنبص على كل حاجه عنده لانه غير موثوق فيه.
نتمنى ان ده يعيد الانضباط بشكل او باخر ان شاء طبعا بإذن طبعا الله. اللي انا عاوز اقوله يعني اغلب الناس منضبطين، والمنضبطين مش فارق معاهم، هم اللي بينادوا بهذا الكلام. طبعا علشان طالما انا منضبط، حرام عليك تسمح للاخر ان يتحايل على القانون ايا ما كان القانون، وبغض النظر عن راينا في هذا، ولكن طالما هناك ناس ماشيه ومنضبطه يعني ماشيه مع اللي بتقوله الدولة، يبقى حرام عليك، لازم تحميه على الاقل كمان يعني. هو يطالب بكده، واحنا فعلا على الفور تدخلنا عشان نحميه. شكرا الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.